مؤتمر الحوار الليبي يواصل أعماله في جنيف لاختيار أعضاء السلطة المؤقتة. هل يشكل الحدث فعلا نقطة تحول في مسار الأزمة الليبية ويصل بالبلاد إلى الانتخابات الموعودة نهاية العام؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج للخبر بقية. بعد سلسلة صعبة من جولات الحوار السياسي الليبي في المغرب وتونس، يحط الفرقاء الليبيون الرحال في جنيف لاستكمال المحطة الأخيرة من ذلك المسار وانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية الذين سيوكل لهم تدبير المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات نهاية العام الجاري. وفي ظل ما بدا أنه إصرار أممي وأقليمي وليبي أيضا على إنجاز مهمة انتخاب أعضاء المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، يتخوف كثيرون من المآلات، ويحذر آخرون أن هذه الخطوة ليست سوى استنساخ لتجارب سابقة وفاشلة. فما طبيعة المنافسة الجارية على هذه المناصب السيادية؟ وهل ستجد السلطة الجديدة فعلا ترجمة على أرض الواقع؟ في محاولة أخرى للبحث عن الدولة الممكنة، وقد كادت أن تصير في ليبيا غاية مستحيلة، يلتئم الليبيون هنا في جنيف. يوشك مسار الحوار أن يدرك خواتيمه، وتتعرف البلاد على هوية قادتها الجدد، أو ما يرجى أن يكون كتلة التغيير التي تأمل المبعوثة الأممية بالإنابة أن تصنع التاريخ. أيام قليلة إذن، وستحدد بالاقتراع ملامح ما يفترض أمنها السلطة الانتقالية المؤمنة للانتخابات المفضية لبناء هياكل الدولة الليبية. تلك في العنوان العريض من سنن الانتقال الديمقراطي الشاق، يقول بعض الليبيين. في التفاصيل ذاك سعي سنصطدم فيه بعقد كثيرة، يرد آخرون، حين سيشرع في اختيار أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة ستستيقظ أزمة الزعامة المزمنة، وحين قسمة السلطة على حدود جغرافيا أقاليم ليبيا الثلاثة سيؤسس لعرف المحاصصات المقوض للدولة. في هذا السياق إذن بدأ السباق، ووفق المتفق عليه، أو هكذا يقول كثيرون، يبحث ممثل الشرق عن نصيب لهم في المجلس الرئاسي، وفي التنافس حول المنصب استدعيت الصراعات في تلك الرقعة بكل أثقالها. وفي الغرب يحتد التنافس حول رئاسة الحكومة، ولأجلها يخاض صراع ظاهر وخفي بين خصوم معسكر طرابلس. أما الجنوب فله حساباته وولاءاته. الطامحون إذن للمناصب كثر، ومن يراقب يرجح أن لا حسم إلا بصفقة ما. لكن السؤال الأصعب ما يطرحه بعض الليبيين، هل هؤلاء جميعا مهيئون للحكم الانتقالي؟ هل هم ديمقراطيون بما يكفي لتصبح الديمقراطية في ليبيا قابلة للحياة؟ ذاك ما يؤكد جميع المنتخبين والمنتخبين الالتزام به. سندبر هذه المرحلة الصعبة ونفسح للانتخابات المقبلة، يقولون. ذاك ما قيل في لحظة سابقة هنا في الصخيرات قبل 5 سنوات. أسس الليبيون هنا أيضا لسلطة انتقالية، لكنهم لم يعرفوا أي شكل للدولة بل أشكالا من الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. على الجبهة في طرابلس عالت الأصوات الرافضة لما يجري في جنيف. يقول هؤلاء المقاتلون، هناك من يريد أن يحرف المسار. الأخطر من النقد في تقدير كثيرين أن هؤلاء من حملة السلاح. لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر سكايب من لندن جمعة القماطي، رئيس حزب التغيير الليبي. من اسطنبول صلاح البكوش، المستشار السياسي للمجلس الأعلى للدولة سابقا. ومن تونس رشيد خشانة، مدير المركز المغاربي للأبحاث. سيد القماطي، في كلمتها الافتتاحية تقول اليوم رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة سيدة ستيفاني ويليامز إن هذا المشروع لا يتعلق بتقاسم السلطة أو تقسيم الكعكة، بل صيغة لحكومة مؤلفة من وطنيين. هل ما يجري حاليا يبشر بهذه النتيجة برأيك؟ بداية تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة العربي كذلك.
لا شك أن المرحلة حرجة والظروف في ليبيا صعبة جدا، التحديات كبيرة، الصراع عميق والاستقطابات حادة، وخاصة في ال6 سنوات الأخيرة، وخاصة في السنتين الأخيرتين من هجوم عسكري شامل وفاشل على العاصمة طرابلس لإرجاعنا إلى الحكم العسكري الدكتاتوري المطلق. وبالتالي ما يتم الآن في جنيف رغم كل التحفظات، هناك بوادر خير، هناك بوادر أمل، هناك بوادر تشير إلى أنه بالإمكان أن نقفز إلى الأمام، أن نتجاوز الكثير من الصعاب والكثير من العراقيل والعقبات. وهذا لا يعني أنه لا توجد هناك صعوبات أمامنا، لا توجد هناك مطبات أمامنا. المهم في هذا الأمر بعض القضايا الأساسية. الأولى أننا الآن عدنا إلى المسار السياسي، المسار الحواري السلمي التفاوضي، وهو الأصل، وكان يجب أن يكون الأصل، وكنا سنذهب إلى مؤتمر في غدامس في 14 أبريل 2019، ولكن هناك قوى إقليمية ودولية استعملت خليفة حفتر وأرادت أن تفشل هذا المسار السياسي المدني الحواري، وأرادت أن تقحمنا وتفرض علينا مشروع عسكري انقلابي. الآن نستطيع أن نقول أننا بصمود حكومة الوفاق الوطني وقوات بركان الغضب وبشراكة استراتيجية مهمة جدا مع الحليف والصديق تركيا استطعنا أن نفشل هذا المشروع العسكري، نعم. ونعود مرة أخرى إلى المسار السياسي. إذن المطلوب من هؤلاء المجتمعين في جنيف هو الترتيب والإشراف على مرحلة تمهيدية محددة يفترض أنها لا تزيد عن 11 وتنتهي شهرا، أي إلى بانتخابات نهاية. العام المقبل. نعم، الكل يأمل نعم. بهذه الخواتيم السعيدة. سيد صلاح البكوش، أليس منطقيا ما يقول سيد جمعة القماطي وكثير كثير من الليبيين في الواقع أنه في النهاية تواضع الليبيون على الاجتماع وجها لوجه بعيدا عن قرقعة السلاح ويتفقون على شيء ما؟ لماذا كل هذه الانتقادات التي وجهها البعض لما يجري في جنيف؟ هناك انتقادات مشروعة، لأن هناك نقص في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي لم تستفيد من التجارب السابقة. يعني على سبيل المثال في التجارب السابقة، وأنا كنت أحد المفاوضين في الصخيرات، خلى الاتفاق السياسي من أي عواقب تتعلق بالإخلال بالمواعيد المحددة في ذلك الاتفاق. هذا الاتفاق، خارطة الطريق الصادرة الآن، ليس فيها أي عواقب للإخلال بموعد الانتخابات، كما أن اتفاق الصخيرات كان خاليا من أي طرف ثالث يضمن عدم إخلال أطراف الاتفاق بتعهداتهم. في هذا الاتفاق أيضا ليس هناك طرف ثالث محايد يستطيع أن يقوم بذلك. نحن رأينا على سبيل المثال اليوم عقيلة صالح وهو يقدم كلمته للملتقى، رفض وتملص من الالتزام بموعد 24 ديسمبر، وقال إذا سنحت الظروف. وكذلك خالد البشري الذي بعد أن قال منذ أسبوعين بأنه لن يترشح في هذه الغرف المغلقة وأنه سوف يصل إلى منصب حكومي عبر الانتخابات، قرر أن هذه تعتبر انتخابات أيضا ودخل إلى الحلبة. وبوسع المجتمعين يا سيد صلاح البكوش، هناك بوسع المجتمعين ألا يصوتوا لخالد المشري أو عقيلة صالح إذا لم يعجبهم برنامجهم الانتخابي. القصة سهلة. لا يا سيدي، هناك شيء لا يمكن إغفاله، وهو أن 75 شخص هؤلاء غير منتخبين، والذين انتخبوا انتهت ولايتهم منذ سنوات، ولذلك هي مرحلة انتقالية أعضاء يا سيد مجلس الدولة البكوش. لذلك هي مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات يمنح فيها الليبيون الشرعية للجميع. هذه مرحلة انتقالية، لذلك هؤلاء عددهم محدد واختارتهم الأمم المتحدة بناء على معايير واضحة. يا سيدي، نحن في ليبيا عالقون في مرحلة انتقالية دائمة منذ 10 سنوات. لم يحدث أي تغيير في السلطة إلا عندما حدثت حرب أو أزمة سياسية طاحنة، ونفس الشخصيات المتواجدة منذ 2012 هي متواجدة الآن في المسرح. فتستطيع أن تقول أن هذه يعني هم لا يريدون حتى أن يسموها مرحلة انتقالية، لأنهم رأوا في ذلك يعني تكرار ممل، فسموها مرحلة تمهيدية.
وعلى هذا الأساس يعني هناك الكثير الذي يدعو إلى القلق. نحن نرحب بكل حوار، وأن صمت المدافع شيء يطلبه الليبيون كلهم، ولكننا يجب أن نعترف بأن العملية محفوفة بالمخاطر. تمام. يعني لا سبيل إلى التملص من ذلك. تمام سيد خشانة، في تونس هل يمكن فعلا لهذه العملية التي تنقلت بين العواصم، بين المغرب وتونس وليبيا ومصر ووصلت الآن إلى جنيف، أن تفضي بشخصياتها الموجودة بتركيبتها الحالية، أن تفضي إلى حل مستدام في ليبيا من وجهة نظر موضوعية برأيك؟ بالتأكيد يعني هناك ملاحظة لا يمكن أن نمر الكرام بدون أن نذكرها، وهي أن مفاتيح الحل في ليبيا الآن هي بين أيدي الأمم المتحدة وليست بين أيدي النخب الليبية، وهذا ليس جديد. يعني إذا عدنا إلى التاريخ، مثلا دستور ليبيا 1951 كان دستور أقرته الأمم المتحدة وفرضته، يمكن أن نقول استقلال الليبي نفسه. فأنا كنت أتصور أنه بعد 10 سنوات من الثورة التي حررت القرار السياسي الليبي من الوصاية ومن الاستبداد، أن يجلس الليبيون إلى بعضهم البعض ويتوصلون إلى مثل هذه الاتفاقات. ولكن دعنا من كل ذلك، لأنه بالنسبة للرجل السياسي السياسة هي فن الممكن، وفي الأرض الآن اليوم يعني ليس هناك قوة قادرة أن تفرض حلا ما، ولذلك يجب التعاطي مع الواقع القائم والعمل على تحسينه. وهنا أعتقد أن يعني الميزة الأولى لمثل ما تم الوصول إليه اليوم هو أن باب الحرب الأهلية، باب استمرار المعارك التي كانت قائمة، قد أغلق على لماذا الأقل أنت متأكد مؤقتا. لماذا أنت متأكد؟ هذه الزاوية، لماذا أنت متأكد أن باب الحرب الأهلية أغلق؟ يعني هو تمنيات بالتأكيد، أكثر منه توقع حقيقي، لأنه من الباب الواقعية نعرف مدى يعني نوع العداوات المستحكمة بين الأطراف المتصارعة، ونعرف أنه يمكن لأي طرف إذا لم تعجب ما يعجبه ما يدور حول الطاولة أن يلجأ إلى العودة إلى السلاح من جديد. يعني فعلا هذه من المخاطر التي يمكن أن تكون داخل اللعبة السياسية القائمة الآن. لكن مع ذلك أنا أعتقد أن هناك جوانب إيجابية، كما قلت أولا أننا تفادينا إلى حد الآن استمرار الحرب التي توقفت منذ بضعة أشهر فقط، وثانيا لأن هذه العملية في الحقيقة عملية غير تقليدية. أنا شخصيا لم أرى تجارب أخرى في العالم تم فيها التمهيد لحل توافقي أو لحكومة انتقالية بمثل الصيغة القائمة الآن. فأقول خلينا نجرب هذه الصيغة ونرى نتائجها فيما بعد. سيد القماطي، طرح السيد صلاح الباكوش في اسطنبول نقاط كثيرة في الواقع يرددها كثير من الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الشخصيات التي مثلت رموز للانقسام والصراع بين أطراف البلاد تعود الآن لتصبح جزء من المرحلة الانتقالية من دون أي ضمان بأنها ستلتزم بإجراء الانتخابات، هذه أسئلة مشروعة وهناك قلق كبير يساور الليبيين، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد، وأنا أتفق في كثير ما تفضل به الأستاذ صلاح البكوش، وسأعرج عليه بتفصيل. فقط هو ربما أستاذ الفاضل رشيد خشانة الصديق العزيز، أقول له أنه في عام 51 قبل 70 سنة عندما استقلت ليبيا، الدستور الاستقلال كتبه 60 شخصية ليبية ولم تفرضه الأمم المتحدة، وإن كانت الأمم المتحدة مشرفة على العملية السياسية قبيل الاستقلال في ذلك الوقت من خلال الدبلوماسي الهولندي أدريان بيلت الذي كان مبعوث للأمم المتحدة في ليبيا، ولكن الذي كتب الدستور 60 شخصية ليبية عرفت بلجنة 60. لذلك نحن تماهينا مع هذا الأمر عندما انتخبنا لجنة 60 في 2014 وأنجزت وكتبت مشروع دستور جديد في 2017. هذا فقط للتاريخ، والسيد رشيد خشانة من الخبراء في ليبيا ومطلع على التاريخ جيدا. ثانيا نعم أنا أتفق مع الأستاذ صلاح البكوش، وأنا أيضا كنت في الصخيرات في 2015 واحد الموقعين على الاتفاق، ولم تكن هناك أي ضمانات. وبالتالي هنا ربما ما يختلف في هذه المرة هو أمرين أساسيين. وبالمناسبة الإرادة ليست إرادة الأمم المتحدة، هي إرادة الأمم المتحدة أو بعثة الأمم المتحدة هي انعكاس لإرادة من ورائها أهم، وهي إرادة المجتمع الدولي وخاصة الخمسة الدائمين في مجلس الأمن. إذا ما توفرت إرادة وتناغم بين الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والقوى الدولية الرئيسية المتورطة في ليبيا فسينعكس هذا على أداء الأمم المتحدة. أما إذا اختلف
هؤلاء فلن يسمحوا للولايات المتحدة بتمرير أي اتفاق. هذه النقطة. إذا نعود إلى تحفظات السيد صلاح البكوش ونقول ربما في هذه المرة يختلف، هناك أمران مختلفان أو مختلفين. الأمر الأول هو أنه يجب، هناك موعد محدد للانتخابات مسبقا، ونريد أن نحصن هذا الموعد حتى لا يقوم من سيأتون للسلطة قريبا بالالتفاف عليه مثل تصريحات عقيلة صالح التي لا تبشر بخير عندما يقول إذا ما توفرت الظروف. هذا باب للتراجع من الآن، لأنه سيجد العشرات من الظروف والمعطيات التي سيقول أنها لا تسمح بعقد انتخابات. وعقيلة صالح انتخب في صيف 2014 لمجلس نواب لمدة سنة ونص، وهو الآن دخل في العام السابع. إذن هناك سوابق ومخاوف حقيقية. إذن هناك الآن موعد محدد للانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام، نريد تحصينه من خلال قرار من مجلس الأمن، وبالتالي يكون هناك إلزام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الجسم 75 الموجودين اليوم في جنيف سيكون جسم دائم طيلة هذه المدة التمهيدية، على عكس لجنة الحوار التي كنا فيها في 2015 لم تأخذ أي صفة في شكل جسم دائم يراقب العملية السياسية. وبالتالي 75 سيكون من حقهم أولا أن يتدخلوا في أي وقت، وأن يغيروا الشخصيات من المجلس الرئاسي القادم الثلاثة أو رئيس الحكومة، وأن يتدخلوا في أي وقت إذا ما رأوا أن مجلس النواب يسوف في وضع قانون للانتخابات القادمة، ويستطيعوا أن يأخذوا هم زمام الأمر ويلتزموا بالمرحلة التمهيدية. إذا ما توفر هذين الشرطين مع معطيات أخرى وعلى رأسها الإرادة الدولية المتناغمة، إذا ما تناغمت إرادة روسيا وتركيا والولايات المتحدة على حل نهائي وسريع وإنهاء الصراع في ليبيا، فهذا سيتم بإذن الله. لأن الدول إذا كثير من الإذا سيد جمعة مواطي، كثير من الإذا طرحتها في كلامك، وإذا في اللغة العربية ظرفية شرطية غير جازمة. سيد صلاح البكوش في إسطنبول، هل صحيح كما يتوارد أن القضية محسومة وأن عقيلة صالح سينتخب رئيسا للمجلس الرئاسي، وفتحي باشاغة سيكون رئيس لحكومة الوحدة الوطنية؟ لا، في الواقع عندما تنظر إلى عندما تقررت آليات الاختيار، الجانب الذي منه عقيلة صالح وفتحي باشاغة أصر على الخيار رقم ثلاثة، والخيار رقم ثلاثة لم يتحصل إلا على ربع الأصوات تقريبا في القاعة من 75. فعلى هذا الأساس أعتقد أن الخيارات لا زالت مفتوحة. ولكن أريد أن أعرج على ما قاله صديقي الدكتور جمعة عن الحوار. الإشكالية هي أن الحوار مكون في أكثر من نصف الحوار من الأسام القائمة الآن، وذلك تضارب في المصالح. يعني أنت تطلب من هذه الأسام أن تقر قانون انتخابات وقاعدة دستورية تخرجها من المشهد، وكما يقولون الخراف إن قدر لها أن تصوت فلن تصوت لعيد الأضحى. أنت تطلب منهم الخروج من المشهد وأن يكتبوا خروجهم من المشهد بأيديهم، وهذا لن يحدث. فعلى هذا الأساس هناك قلق كبير. نحن عندما نتحدث عن تحصين موعد الانتخابات لا نتحدث فقط عن قرار من مجلس الأمن، قرارات مجلس الأمن تهمل، ولكن نتحدث عن آثار قانونية تترتب على مخالفة الالتزامات. ليس هناك أي شيء يقول ما الذي سيحدث إن لم تكن هناك قاعدة دستورية يصدرها مجلس النواب ومجلس الدولة أو الحوار السياسي. ليس هناك شيء في خارطة الطريق تقول لنا ما الذي سيحدث عند ذلك. طيب كيف يمكن تجاوز هذه الثغرة سيد البكوش؟ تجاوزها عن طريق الذهاب إلى ما يسمى في أدبيات اتفاقيات السلام اتفاق ذاتي التنفيذ. يعني أن الاتفاق
تترتب على مخالفة أي ركن فيه آثار محددة. في 2013 حضرت اجتماع، واعتقد دكتور جمعة كان هناك، أقامه طارق متري المندوب العام للأمم المتحدة آنذاك، وعندما سئل هل المؤتمر الوطني ذلك الجسم التشريعي آنذاك انتهت مدته لأنه أخل بالمدد القانونية، قال لا، قال أن المدد القانونية عبارة عن علامات طريق ترشيدية إن لم يترتب عليها آثار قانونية. يعني عندما أقول لك ابني لي بيت في خلال 3 أشهر ولم تبنيه ليس هناك أي عقوبة لك، ولكن إن قلت ابني لي بيت في خلال 3 أشهر وإن لم تبنيه سأغرمك $200,000، هناك الآن آثار إيجابية وليس مجرد 3 أشهر ترشيدية. تمام سيد نعم. أشانا في تونس بالنسبة للظرف الإقليمي والدولي، البعض يرى أن هناك بين قوسين فرصة ذهبية الآن، هناك توافق أو شبه توافق إقليمي ودولي على حل ما للأزمة الليبية، وأن على الليبيين استغلال هذه الفرصة النادرة. أولا، هل تتفق مع هذا التقييم؟ أتفق تماما، وهذا كلام قلته في السابق، من أن ما نراه وما نعيشه اليوم في ليبيا إنما هو ثمرة قرار دولي وإقليمي بوقف الصراع المسلح الذي كان قائما على الأرض الليبية، والوصول إلى تفاهمات فيها أخذ وعطاء بين هذه الأطراف الدولية. ولا أدل على ذلك من التقارب بين تركيا وفرنسا العدوين اللدودين سابقا في ليبيا، اللذين حاولا أن يصفي الحسابات بينهما على الأرض الليبية. فلذلك هذا القرار الدولي والإقليمي في تقديري، ربما عدا الإمارات ومصر، هذا القرار هو الأمر الوحيد الذي يحصن هذا المسار ويجعله يستمر ولا يقع في منزلقات مثل ما أشار إلى ذلك ضيفيك الكريمين. فلذلك يعني أعتقد أنه من الصعب جدا أن يكون هناك انتكاسة تعيدنا إلى المربع الأول في المدى المنظور. طيب، واعتقد ان الشعب الليبي نفسه هو يتشبث بمثل هذا الحل. لان الشعوب هل تعتقد ان هذه التوافقات الدوليه كما وصفتها اقصت شخصيات محدده من المشهد بعباره صريحه؟ خليفه حفتر جزء من هذا التوافق الدولي ام خارجه؟ والله اعتقد ان هناك فيتو متبادل من الاطراف الدوليه حول بعض الشخصيات، ولكن أعتقد أن عقيلة صالح اشتغل يبدو مع الروس ومع المصريين وغيرهم، وربما يعني ضمن أن لا يكون هناك نوع من حق النقض إن صح التعبير أو الفيتو في وجه ترشحه وفوزه. نعم، سيد جمعة القماطي، هب أن الليبيين المجتمعين في جنيف اتفقوا فعلا على انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين ورئيس للحكومة، هل سيكون لهذا الرئيس أو لهؤلاء الرؤساء سلطة حقيقية على الأرض عندما يعودون إلى طرابلس أو بنغازي؟ ونحن نعرف السوابق الليبية كيف كان للرؤساء ورؤساء الحكومات، لم يكن لهم أي دور حقيقي مع سطوة الجماعات المسلحة أو أحد الجنرالات هنا أو هناك. نعم، أولا هذا الجسم سيتمتع بشرعية محلية وطنية، وهذا هو الأساس، لأن الذين قاموا باختيارهم مجموعة ليبية 75، سواء اختلفنا مع بعضهم أو اتفقنا، فهم يمثلون أوسع ألوان الطيف أو يعني شرائح واسعة من ألوان الطيف الليبي السياسي والمناطقي والجهوي والعرقي وغيرها، فهذه الشرعية المحلية مهمة جدا. وأيضا سيكون مدعوم هذا الجسم بالشرعية الدولية، وسيعترف به أنه الجسم الوحيد الذي يمثل ليبيا، مثل ما كانت حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي. وكون أن هذا الجسم الجديد يضم أيضا الطرف الآخر في الشرق، فأنه يفترض الآن، وهذا شرط أساسي، أن تختفي الأجسام الموازية، تختفي ما يسمى بحكومة الشرق حكومة عبد الله الثاني، وتختفي كل الأجسام الموازية للمؤسسات السيادية، ويلتئم مجلس النواب بالكامل بدل هذا التشتت الموجود الآن بين طبرق وطرابلس وغيرها، وبالتالي ندخل في مرحلة جديدة هي أكثر توافق، أكثر وحدة سياسيا، وأكثر وحدة في مؤسساتها
السيادية. أما قضية التعامل مع الأزمات المحلية فهي ليست فقط أزمة السلاح، نعم أزمة السلاح أزمة حقيقية، وأزمة السلاح لها علاقة بأزمة الأمن، والأمن شرط ضروري للمواطن، ولكن أيضا هناك أزمات أخرى خانقة اقتصادية ومعيشية وخدمية، وبالتالي هذا الجسم إذا ما عرف كيف يوظف الشرعية المحلية الوطنية والشرعية الدولية يستطيع أن يعالج كثير من هذه الملفات، ولكن لا ننسى أن دوره محدود وأن مدته محدودة، وأن أهم دور يجب أن يكون مناطا يتولاه هو الإعداد والتجهيز للانتخابات، تهيئة البيئة والظروف للانتخابات، ودعم المفوضية العليا للانتخابات وهي مؤسسة سيادية مستقلة في ليبيا أشرفت على عدة انتخابات في الماضي في ال10 سنوات الماضية أو على الأقل في 2014 و2012، يجب أن يوفر لها كل الدعم المطلوب لكي تشرف على الانتخابات القادمة. عندما نصل إلى الانتخابات القادمة لبرلمان واحد سنوحد ليبيا سياسيا، نعم وتنتهي هذه الثنائيات، ثنائية مجلس نواب ومجلس الدولة، برلمان واحد، مؤسسات سيادية واحدة، البرلمان القادم يوحد البلاد، ثم بعد ذلك يتعامل مع إشكاليات عميقة مثل الدستور نعم ومسودة الدستور، وكيف يكون لدينا دستور توافقي وعقد اجتماعي حقيقي. أما قضية السلاح فيمكن معالجتها بالتدريج، يمكن تدويب هذه التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية وإدماجها في الجيش الليبي وفي الشرطة والمؤسسات الأمنية، وهذا الأمر قد بدأ فعلا نعم منذ عدة شهور، واضح تماما ولعل سيد تصريحات القمطي، لم صلاح. يبقى لدي وقت لو سمحت لي فقط إلا نقطة أخيرة، تفضل باختصار. نقطة أخيرة في 10 ثواني، تبقى إشكالية السلاح في الشرق، نعم وهذا الجنرال المتقاعد الانقلابي لابد للمجتمع الدولي أن يحسم هذا الأمر، لأن حفتر سيبقى دائما جزء من المشكلة ومعرقل ولا يمكن أن يكون جزء من الحل. إذا ما اتفق المجتمع الدولي على أن دور حفتر قد انتهى، ليبيا ستكون لديها فرصة حقيقية للاستقرار والوحدة وبالتالي استقرار نعم المنطقة سيد البكوش، برمتها إن شاء الله. هل يمكن لهذا الجسم المنتخب بين قوسين من جنيف أن يؤدي كل هذه المهام ويوصل ليبيا إلى الانتخابات فعلا نهاية العام؟ بكل تأكيد، لا أعتقد أن اليوم استمعنا إلى خطابات خشبية مليئة بالكليشيهات والوعود السمجة التي يعرف أصحابها ونعرف نحن الليبيون أنهم ليس لديهم الوقت ولا القدرة أو المهارات لتنفيذها. وعلى هذا الأساس أعتقد أن علينا جميعا أن نركز على موعد الانتخابات، لأن الانتخابات وإسقاط كل هذه الأجسام أو ما يسمى بحزب المحافظة على الوضع الراهن، إسقاطها من أجل جسم تشريعي جديد ودماء جديدة هو أملنا في الدخول على سكة حل المشكلة الليبية. شكرا جزيلا لكل الضيوف، صلاح البكوش المستشار السياسي للمجلس الأعلى للدولة سابقا، رشيد خشانة مدير المركز المغاربي للأبحاث، وجمعة القماطي رئيس حزب التغيير الليبي. والشكر الدائم لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، كونوا بخير.